נקבל במחיאות הכפיים שלכם את עודד עמית, בבקשה. בהצלחה, בהצלחה. תודה. ערב טוב. מסע אל חיר. ان شاء الله كلكم تفتهمون عربي ما يمكن الما يفتهم مليح خليه يجي يعلمه انا بالمريشط انا ما عربي طب متاي قال لي اسولف لكم كم سالفه حلوه تونس ايش تقولون بها معقوله طب اولاد اثنين بالمدرسه اولاد صغار يوميا هذا الولد يجي يتباهى بابونه والله ابوي ركض ويا القطار وغلبه هذا قيضوج ثاني نهار جاء قال والله ابوي وصل على النهر فد قمزه وعباه ابوي يوميه شال حجاغه فد يوم قال تعرفون ابوي هالقد طويل من يوقف يعلي ايده ينوشه للغيم هذا طقت روحه قال له هذا من علي ايده يحس شيء نعم بيده قال له هاي خصيانه لابوي طيب سالفة الأخ على واحد قصه بخيل بس ترى ما بارسي كان ليكون متي يزعل ما بارسي جاء عنده خطار وهاي القعدة طولت شاف ما منها شارة راح جاب له معون بينه عقيوت مشى الوقت قيمشي قال له للضيف ماله الأريح قال له ما تاكل ليش ما قد تاكل قال له لا أكلت وحدي كفي قال له والله أكلت اثنين بس مني خسوي لك حسيب زين مغوا رجال كبار بالعمر قاعدين الرجال قاعد بالقبة النومة والمغى طلعت من الحمام وقفت قبال المغي قد تصفن على روحها والله هيك أشون وجهي كله ساغ مجعد صدغي نازل بطني عيلي هذا زوجها الخايب قاعد قيصفن قد له كلها قد أحكي ما عندك فتشين مليح تقول علي قال له والله عيونك ستي على ستي طب واحد دخل فد مطعم كشخة كلش كشخة قعد جاء لأنه البوي الميل صار جاب له القائمة من الأكل قال له أنكم خبز يبس من البوحي قال له خبز يبس قد غيت قال له إيه ما عندكم أكل قد فرونه بالزبل هيك هذا القيس فين علينا عاقل مجنون مكان كشخة قال له إيه ما خاله راح والله جاب له أش شاله كان يفرونه بالزبل جابه يعني هذا أكل قال له هسه جيب لي القائمة جاب له القائمة استنقى أغلى ستيك ونيكي قال له هسه جبياني لهذا زين هذا جاب ليانو خلص أكل جاء قال له جيب الحسيب قال له والله الأكل مالك اليوم على حسيبي بس فهمني ما تقل لي هاي أشكون هاي اللغوة مالك قال له والله طلعت عند دكتور كنت الدكتور سوالي فحص قال لي أكو دود ببطني بالأول همي يأكلون وبعدين هناك رجال ومرأة كبار بالعمر من دخلوا المسعدة غير مسعدة ما هي زين جاء الميل صار قال له ما اشتغدون الرجال قال له عندك مراك قال له ايه قال له جيب لنا مراك قال له والمدام ايش تريد قال له احنا نتقاسم كل شيء زين قال له زين يعني جيب لك كعرالة خيقة بنتي تغفيها يحكي ايه قال له ايه اس جاب لهم مراك وحط نصوني ونصوني واثنين ما ياكلون خلصوا قال له ما تجيب لنا سلات قال له والمدام قال له احنا نتقاسم كل شيء تعرف احنا كل شيء متشاركين
قال له أوكي أجيب له معونهم لها بحد، قال له إيه بعد أحسن. زين جاب وقيك لون اثنين تم خلاص. قال له ستيك، قال له هم أقصه بالنص بيناتكم، قال له إيه تمام. زين جاء حط على معون لها ومعون لنو، والغجاء القياكي القيستهنين ما غا قد تصفي. جاء الميلصار قال لا، قال له مدام أشو أنتي ما قد تكلين ماشكم ما طيب هاي؟ قالت له لا أنا قد أستنضغ يخلص من التشنق حتيجي دوري. أخير أحكي أحكي ياكم أكو مغنيين قيستنضغون ما أنا بس الخطأ غذولي الموزيكاي مش شوي يرتاحون. قالوا لي تو داباري يقل لي طولها اي. واحدة مرة اشتغلت بيت بينو حديقة وقررت تبدي تزرع طماطة وخيار. صفنت على الجيران مالها، والله كل طماطاي هالكبر كل خياراي من هاي العال. وهي اشمقت حطي زبل وحطي ماي وهاي كل طماطاي كلش صغار والخيار غماد ما قد تعرف ايش تسوي. قضلت سايل سايل تلتا راحت عند جيرانها قالت له ابدالك ابدالك ما تقل لي ايش قد تسوي انت وهيك الطماطه مالك هيك. قال له والله انا جربت وجربت وتلتا سويته في الطريقه وانا اعلم لياكي. قال له انا يومي صباح اروح صوب الطماطه انزله البنطروني كلها والطماطه تستحي وتشي عمر. قلت له هيك؟ قال له اي والله انا قد عني شلون طماطه كبر. زين افتكرت قالت هي متسوي نفس الشيء. قامت يومي تروح تنزل التنوره وتنزلها هي. اخر فتره شفته قال لها جربتيها الطريقه مالي؟ قلت له ايه. قال له ويش من الطماطه؟ قلت له غماد الغماد بعد صغير لكن كلمه لفوفون. طب ما زال حتى اعجبكم خير حسبه. اكو واحد عجبته وحده ما غم زوجها، هذا يومي يلقجها تطلع بالشارع يحكي وياها ظل يلحقها يلحقها تلي تاخذ له عين فلان لو مشاني ناجي. قلت له عين ناجي انا مقد اغيدك بس زوجي مجنون هذا والله اذا يشوفنا سوا يميتني لن يولك. بس انا حافظي تعال عندي للبيت بس على شرط اذا زوجي جاء انت تشيت من الشباك. قال له ويغماد اه انت ساكني بسيبع الطبقة ايش نقمز؟ قلت له هذا الشرط مالي تقبل؟ تفضل. هذا افتكر ناجي راح عن صدقانه بالقحوة قال له معانو جالي فكرة عانو خذوا انت مفخش وجغونه من شوفون زوجة قيطلع بالدرج جغونه المفخش جوا قبت النوم واذا هاي انا شايد بينه. قالوا له يلا هذا توعد وياها ودخلوا سدت الباب حتى قفلته من جوا حتى ما بالعجل زوجة يدخل ودخلوا قد اشتغل رحمة الله ما يشوف ولا قيدقون حيل وحيل على الباب. قد له اغماد هذا زوجي جاء يلا شيت هذا شيت من الشباك. احد قد تتغاجى فيش تقول له الزوجة ليش قفلتوا الباب؟ فتحتوا الباب شوي شوي طلعوا صدقان والناجي. قالوا لا قل له لين الناجي ما شفنا مفغش. تدار ربنا خير. עודד, אני רוצה לומר לך, עודד, אתה איש יקר.